وفي تصريح خاص لمركز الأخبار، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حمدان حرص مملكة البحرين على صون وحفظ المنجزات العمالية المتحققة والبناء عليها لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تسهم في رفع مستوى جودة بيئة العمل وجعلها أكثر تحفيزا، بما يخدم أطراف الإنتاج ويعزز من قدرة البحرين التنافسية لتكون مركزا مهما للأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات الواردة أو المولدة للوظائف بفضل السياسات الحكومية الجاذبة والمحركة لنمو سوق العمل. بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف 1 مايو من كل عام، يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة لعمال البحرين ولكافة العمال الذين يبذلون كافة الجهود ويبذلون قصص النجاح المستمرة لإعلاء مملكة البحرين واقتصاد مملكة البحرين، منتهزا هذه المناسبة لكي أؤكد اهتمام وعناية صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وحرصه على تكريم العمال والإشادة بدورهم في كل المناسبات المماثلة في الأعوام السابقة، وكذلك اهتمام حضرة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وحرصهما الدائم والمستمر على التوجيه بتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة وفرص العمل اللائقة للعمال ورعاية حقوقهم وصيانة كرامتهم في مواقع العمل. والحقيقة أن التوجيهات مستمرة بإطلاق المبادرات تلو المبادرات لضمان استقرار سوق العمل والحفاظ على مستوى المعيشي للمواطنين، والتركيز كذلك على التدريب والتمكين لكي يكون البحريني دائما في طليعة برامج التوظيف بما يحصل عليه من مهارات عالية وما يثبته من قدرة على الانضباط وعلى النجاح في مواقع العمل، وهو أمر نعتز فيه دائما ونؤكد عليه بأن البحرينيين أهلا للثقة وأهلا للكفاءة، وسوف يثبتوا دائما بأنهم أهلا للمسؤولية. حقيقة بأن هذه المناسبة أيضا تتطلب أن نشير إلى أن التعاون بين أطراف الإنتاج عمالا وأصحاب عمل وحكومة يؤدي إلى استقرار سوق العمل وعدم وجود أي منازعات أو أي مشكلات في مواقع العمل. جو عمل صحي وبيئة عمل صحية منتجة أصبحت البحرين تتميز بها بعيدا عن أي صعوبات مهما كانت الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.